والله استقبال حافل جدا، الاستقبال يمكن ادهشنا كلنا، طبول مزامير ورود، فدي حاجه جميله جدا، وده مش غريب على المغرب الشقيق. يمكن احنا تشرفنا ان احنا جينا المغرب قبل كده، رحنا مدينه طنجه ورحنا مدينه غدير، وقبل كده كنا في مدينه فاس، وقبل كده في الرباط، فمش غريب على الشعب المغربي الشقيق استقباله لينا وحبه للشعب المصري، والعلاقه الوطيده اللي بتربط من الشعبين المصري والشعب المغربي. يمكن في معزه خاصه جدا بالنسبه للمصريين، بالنسبه للمغرب بالذات. المغرب يعني بلد شقيق وناس طيبين، ويمكن بنشكر المسؤولين في سواء في اتحاد الكوره ونادي نهضه بركان على هذا الاستقبال الرائع. يعني طبعا هي مباراه رياضيه ما بين فريقين كبيرين ما وصلوش بسهوله للدور النهائي للبطوله. يمكن الزمالك خاض برضك مباريات يمكن صعبه جدا، وكان كل الناس متوقعه ان هو مش هيتاهل لدور الثمانيه، خصوصا في دور المجموعات لما كان رصيده نقطتين فقط، ولكن طبعا بالعزيمه والاصرار اللعيبه قدروا ان هم يستكملوا المسيره وان هم يتصدروا قمه المجموعه الرابعه بتاعتهم، وبعد كده وصلوا لدور الثمانيه، ومنها للدور قبل النهائي، ومنها للدور النهائي. نتوقع انها تكون مباراه قويه. نهضه بركان برضك فريق قوي، يمكن النتيجه الايجابيه اللي حققها بعد ما خسر 2-0 في تونس وقدر ان هو يعمل ريمونتادا هنا ويفوز 3-0، دي كانت بتدل ان هو فريق قوي وفريق طبعا ليه شخصيه. المباراه مش هتبقى سهله، ولكن طبعا في النهايه احنا بنتمنى انها تكون مباراه تسودها الروح الرياضيه، ونتمنى طبعا فوز الزمالك. طبعا كل اللعيبه موجوده هنا، كل اللعيبه جاهزه، ومعروف الغيابات اصلا، معروف ان هي الاصابات، بس فرجاني ساس طبعا هو اللي بيغيب عشان الاصابه بتاعته مصطفى فتحي، لكن كل اللعيبه موجوده هنا. كان البعث حرص ان كل اللعيبه تكون موجوده بتساند الزمالك، اللي هيلعب هيساند اللي مش هيلعب، واي 11 لعيب هم رجاله وهم كوماندوز، هم قادرين ان هم ان شاء الله يقدموا نتيجه جيده، خصوصا ان في مباراه هتبقى مباراه العوده، دي مباراه حاسمه، واعتقد النتيجه الايجابيه اللي حققها الفريق باذن الله عشان يعني تكون مريحه له قبل لقاء 26 مايو اللي هيكون باستاد الجيش ببرج العرب باسكندريه. حميد احداد وخالد بوطيب، يمكن هو خالد بس مصاب ما جاش، لكن حميد احداد موجود هنا، ويمكن الشعب المصري او جمهور الزمالك حب المغرب اكتر عشان حميد احداد وعشان خالد بوطيب، انهم لعيبه على خلق عالي جدا ولعيبه ممتازه.